صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله مرسوم رقم 34 لسنه 2016 بتعيينات ونقل في وزاره المواصلات والاتصالات جاء فيه الماده الاولى يعين السيد محمد ثامر خليفه هزاع الكعبي وكيل وزاره لشؤون الطيران المدني بوزاره المواصلات والاتصالات الماده الثانيه ينقل السيد يوسف عيسى احمد بوبشيت الوكيل المساعد لشؤون الموانئ ليكون وكيلا مساعدا لشؤون الملاحه البحريه بوزاره المواصلات والاتصالات. المادة الثالثة يعين السيد بدر هود يوسف المحمود وكيلا مساعدا لشؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات. المادة الرابعة على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.